يعني بالنسبة للأوكران، القضية الأهم هي كانت عندما خلينا نقول جماعة الماجا، أو اللي هم جماعة ميك أمريكا جريت أجين، أخروا المساعدات التي كان يفترض العسكري التي كان يفترض أن تصل إلى أوكرانيا. أوكرانيا خسرت أفديفكا، أوكرانيا خسرت كثير من شبابها. أوكرانيا الآن استعادت زمام السيطرة. الهجوم المحدود اللي قاموا به الروس في خاركوف تم استيعابه، ولكن المشكلة هي تكرار ما يحصل. يعني المشكلة هي في حال بالفعل كما تفضلتم، يعني انشغال أمريكا بانتخاباتها وتم تعطيل المساعدات وإن لم تصل في الوقت المحدد، هذا الأمر سيسبب مشاكل للطرف الأوكراني الذي يعني يدافع بقوة ضد هجمات روسية شديدة. فمجرد تأخير هذه المساعدات وعدم وصولها بالمواعيد المحددة سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة لأوكرانيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لا تزال أوكرانيا منذ تقريبا 3 سنوات تغني نفس الأغنية: نحن بحاجة إلى طيارات، نحن بحاجة إلى دعم أكبر. المساعدات التي تصل هي مساعدات تبقى محدودة، وهي ليست بمستوى التسليح الذي يحصل عليه الجيش الروسي. ولحد الآن يعني تحصل على وعود، تحصل على الكثير من الوعود، ولكن حتى الآن نحن لم نرى طائرات F-16. حتى الآن عدد البطاريات الباتريوت الموجودة في أوكرانيا يعني هو أفضل موجود، جيد ليس بالسيء، ولكن لا يكفي لصد كل الهجمات الروسية. لذلك المطلوب تقديمه أكثر، طالما أن أوكرانيا هي يعني تواجه ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم. هل تخشى أوكرانيا تغير القيادة الأمريكية ووصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى القيادة وحديثها عن تفاهمات مع روسيا وحل القضية برمتها خلال أيام؟ يعني اولا العالم كله يخشى من قدوم ترامب بشكل او باخر، لانه لا احد يعرف ما الذي هو تحديدا براس ترامب وما الذي هو سيغير. برايي الشخصي هذا الامر يعتمد تحديدا على وزير الخارجيه الذي سيختاره. لا اعتقد ان ترامب هو الذي سيغير كثيرا. احلام ترامب ووعوده بانه سيحل القضيه برمتها خلال ايام، يعني سيصطدم ترامب بالواقع الحقيقي، سيصطدم ترامب بان الوعود التي وعدها لناخبيه حتى يحصل على الاصوات لن يحصل عليها على ارض الواقع، لان المشكله هي انفصال ترامب عن مشكلة أن هو يعتقد أنه إذا أنت أعطيت مثلا بوتين بعض الأراضي، بوتين سيكتفي سنة الحرب. المشكلة أن ترامب يعني لا يعلم أن هذا بالفعل ما هي كانت حرفيا سياسة باراك أوباما، وهي لم تكفي بوتين قرر أن يغزو أوكرانيا كلها بعد أن رأى أن أمريكا مستعدة أن تتنازل عن بعض المناطق وهي لا تريد حرب مع روسيا. هذا هو السبب الرئيسي، يعني ما يعد به ترامب جماهيره لإيقاف الحرب هو تحديدا السبب الرئيسي لاندلاع الحرب عام 2022. فإن قام بتكرار نفس التجربة سوف يصطدم بالواقع وسيتعلم للأسف من أخطائه، الأخطاء التي ستكلف الجميع خسائر كبيرة. لماذا نشهد التركيز الأوكراني على السلاح فقط دون مبادرات سياسية سواء اتجاه روسيا أو اتجاه المنطقة بالعموم؟ ما في مشكلة، أوكرانيا عندها مبادرات سياسية بالفعل، ولكن المشكلة هي ليست يعني نفس المشكلة التي تخاطب بها أوكرانيا العالم كله. المشكلة هي بأمرين، المشكلة ليست بغياب الاتفاقيات. هناك اتفاق بودابست وهو ينص صراحة على إعلان استقلال أوكرانيا التام والكامل وحمايتها من دول الناتو أمريكا وبريطانيا بموافقة روسيا على حدود 91. هذه اتفاقية موجودة، لا نحن لا نعاني من فراغ الاتفاقيات، وقد وقعت عليها على هذه الاتفاقية روسيا. المشكلة هي بالضمانات، روسيا لا تلتزم بالاتفاقيات. فإذا افترضنا أن اليوم أوكرانيا قررت أن تتنازل عن بعض أراضيها عن مواطنيها، يعني هذه كلفة عالية جدا لأي دولة بالعالم، ما هي الضمانات أن لا تكرر روسيا ما فعلته في بودابست؟ إذا أي حديث عن أي مبادرة سلام يجب أن يرتبط بضمانات حقيقية. اليوم لا يوجد ضمانات حقيقية. من يضمن روسيا؟ روسيا التي وقعت اتفاقات مع الشيشان ثم غدرت بالشيشان واحتلتها بشكل كامل، روسيا التي وقعت اتفاقيات مع السوريين ثم غدرت بالسوريين واحتلت أغلب أراضيهم وهجرتهم، من الذي يضمن بلد بهذه السياسة؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يتهرب الجميع منه. أوكرانيا لا تملك مشكلة بالسلام. أوكرانيا أكثر دولة بالعالم محبة للسلام، هي قدمت سلاحها النووي. لا يوجد دولة بالعالم قامت بما فعلت به أوكرانيا عبر التاريخ، هي قدمت سلاحها النووي من أجل السلام. روسيا هي الدولة التي تغزو عندها كل 5 سنين حرب في دولة معينة. المشكلة ليست في أوكرانيا، المشكلة بوجود جار دائم يريد أن يحارب ولا يعترف أصلا بوجود الدولة الأوكرانية. أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي عبد الرحمن الشامي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من مدينة ليفيف الأوكرانية.